سفر الرؤيا له بركة خاصة، ومن أهم أسفار الكتاب المقدس، ومكتوب عنه إنه طوبى لمن يقرأ أقوال نبوة هذا الكتاب. عشان كده هو سفر مهم جدا، خصوصا في الفترة اللي بيمر بيها العالم حاليا والأزمات الصحية اللي بتجتاز العالم، واعتقاد كثيرين بأن ده ممكن يكون مؤشر لقرب مجيء الرب. عشان كده سفر الرؤيا مهم إن احنا ندرسه. الحقيقة الفيديوهات القادمة دي هتلاقي فيها شرح سفر الرؤيا بالإنجليزي ومعاه ترجمة بالعربي، يعني ترجمة فورية بس بعد الجملة عشان تقدر تفهمها، وعشان تقدر الناس تتابع، وعشان تقدر تتعلم كمان منه، تبقى فيديوهات تعليمية للغات. لكن عايز أوضح حاجة، إن الفيديوهات دي أو الصوت الإنجليزي طبعا أنا جايبه من أسس على النت، لكن لا يشترط بالضرورة إنه يعبر عن الفكر الشرقي او الفكر الكنائس الشرقيه، لانه طبعا غربي لانه من بالانجليزي يعني. وهو الحقيقه دي الماتيريال الموجوده على النت، وخصوصا انها الماتيريال اللي متاحه يعني بابليك للعامه كلها بدون حقوق ملكيه وكده، فممكن استخدامها. فاكد تاني بس ان الاراء الموجوده ان وجد بعضها غريب عننا شويه، فهي تعبر عن اراء غربيه ليست آراءنا بالضرورة، وهي آراء كنيسة غربية أو كنائس غربية اللي متاخد منها التسجيلات بصفة أساسية لتعليم اللغات من خلال اللغة، وأيضا طبعا الاستفادة بكلمة الرب. وناخد بالنا بس من مش كل الأفكار يعني إيه أو أن يعني الأفكار الواردة لا تعبر عن رأيي أو عن رأي القناة، أو حتى زي ما قلت عن رأينا في الشرق. شكرا جزيلا. Be remembered before the Lord your God. فيتم افتكاركم قدام الرب إلهكم. And you shall be saved from your enemies. وتخلصوا من الأعداء بتوعكم. So the Bible says when there's an enemy that's coming to oppress you. فالكتاب المقدس بيقول لما يبقى في ناس جاية أو عند قدوم عدو لضربكم. You're supposed to blow with the trumpets. المفروض ان انتوا تهتفوا بالبوق. God's going to save you out of the hand of your enemies. والله هيخلصكم من اعدائكم. He also talked about it in Numbers 31:6 when you. وبرضه اتكلم عن ده في العدد 31:6. Referred to, you know. لما اشار لي. Going to war. المروح للحرب. And blowing with the trumpets. والهتاف بالابواق. Stop and think about this. وقفوا فكروا شويه في ده. When it comes to end times Bible prophecy, لما نيجي عن نبوء للكلام عن نبوة آخر الأيام, we know that the book of Revelation, بنعرف إن سفر الرؤيا, deals in great detail with a certain seven-year period of. سفر الرؤيا بيعالج بالتفصيل فترة سبع سنين معينة. Now this entire period of time, الفترة دي الفترة الزمنية دي كلها, often called Daniel's 70th week, عادة بتسمى بأسبوع دانيال السبعين. That seven-year period is often wrongfully called. والفترة دي من السنين السبعة غالبا بتتسمى بطريقة غلط. The tribulation. بالضيق بتعبير الضيق كلمة الضيق. People call that whole 7 years. والناس بتسمي السبع سنين كلها. They'll say the 7 years tribulation, but you know what? سبع سنين الضيق. What's funny about that? لكن عارفين إيه اللي مضحك في كده؟ There is no place in the entire Bible. ما فيش أي مكان في كل الكتاب المقدس. That says. 7 years tribulation. بيذكر سبع سنوات ضيق. And yet people just swear by that. I mean, ومع ذلك الناس بيحلفوا بيها. They just take that. Well, of course, there's. وبيقولوا أكيد. The 7 year tribulation. إن في سبع سنين ضيق. Of course, that. أكيد سبع سنين. That is not found in the Bible anywhere. ده مش موجود في الكتاب المقدس في أي مكان. Now here's where people will take it, because you'll tell them. وخدوا بالكوا هنا هاخدكوا لفين. There's no 7 years tribulation. لأنكم هتقولوا هتقولوا لهم ما فيش سبع سنين ضيق. So they'll say, oh yes there is. You say, okay, لا في. Show it to me. They'll take you to Daniel 9:20. طب ورهاني هياخدوكوا لدانيال 9:27. Seven. It says, and he shall confirm the covenant. بتقول. With many for 1 week. ويثبت عهد مع كثيرين في أسبوع واحد. And in the midst of the week, وفي وسط الأسبوع, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. يبطل الذبيحة والتقدمة. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. وعلى جناح الأرجاس مخرب. Even until the consummation, and that determined, حتى يتم ويصب المقضي, shall be poured upon the desolate. على المخرب. Right there in Daniel 9:27 talks.
يبقى هنا عندنا في الآية 27 بيتكلم عن It's about a week, which, you know, if you get the context, عن أسبوع. وبما أنكم فهمتوا السياق This is a 7-year period. هو فترة 7 سنين. And on the midst of that week, وفي وسط الأسبوع ده, there's going to be what's called the abomination of desolation. هيحصل اللي بيتسمى بريكسة الخراب. But notice about that لكن verse. لاحظ, did it say, لكن هل قالت الآية say that that 7-year period is called the tribulation? إن فترة السبع سنين هي دي. Did it say? هل قالت? There's going to be a week, and by the way, it's called. إن هيبقى في أسبوع. The tribulation. وهيكون اسمه دي. Never. أبداً. And in fact, it's easy to prove. وفي الواقع من السهل إثبات. That that whole week is not called the tribulation. إن مش الأسبوع كله هو دي. Because partway through that week. لأن جزء من الأسبوع ده. The sun and moon are darkened and the stars fall. هتظلم الشمس والقمر وتقع النجوم. And the Bible says. والكتاب المقدس بيقول. That that's after the tribulation. إن ده هيحصل بعد الضيق. So, the first part of the week is. فالجزء الأول من الأسبوع. Called the tribulation. هو الضيق. But the entire 7-year period is not. No. لكن السبع فترة السبع سنين كلها ما هيش ما كلهاش ما كل مش هي كلها الضيق. In fact, Jesus does not say that the great tribulation ويسوع ما بيقولش ان الضيق العظيم begins until the abomination of desolation. He says بيبتدي بعد ركسة الخراب. When you see the abomination of desolation, لكن بيقول لما تشوفوا ركسة الخراب spoken of by Daniel the prophet, اللي اتكلم عنها دانيال النبي, he said then shall be great tribulation. فبيقول ساعتها هيكون في ضيق عظيم. Now, correct me if I'm wrong, but in Daniel دلوقتي صلحوا لي لو انا غلطان, لكن في دانيال 9:27 it said in the midst of the week is the قالت الآية انه في وسط الأسبوع the abomination of desolation. ركسة الخراب. Isn't that right? صح. So, if this whole 7-year period is just known as the tribulation, فلو كانت فترة السبع سنين كلها معروفة بالضيق, the 7-year tribulation, أو سبع سنين الضيق, why did he say, well, when لما قالش, you see the abomination of desolation, which is لما تشوفوا ركسة الخراب, in the midst of the 7 years, اللي في وسط السبع سنين, then shall be great tribulation. يبقى في وقتها ضيق عظيم. And then he says, وبعدين بيقول when the sun and moon are darkened, لما تظلم الشمس والقمر, tribulation's over. ينتهي الضيق. So if the tribulation's over when the sun and moon are darkened and the يعني لو انتهى الضيق عند إظلام الشمس والقمر, stars fall, وسقوط النجوم, and the sun and moon are darkened and the stars fall in Revelation, وإظلام الشمس والقمر, Revelation 6, وسقوط النجوم زي ما في رؤية 6, not at the end of the 7 years, ومش في نهاية السبع سنين, not at the end of the week, but rather, ومش في نهاية الأسبوع, partway through, before any of the, لكن في جزء من الوقت, trumpet or vile judgments, قبل أي دينونة قبل أي من دينونة الأبواق أو الجامات. How can you call the whole 7-year period tribulation? فإزاي نقدر نسمي الفترة دي السبع سنين كلها دي؟ Nobody can show me a verse in the Bible. ما حدش يقدر يوريني آية في الإنجيل. That calls the whole 7 years tribulation. تسمي السبع سنين كلها دي. And so I refuse to call it that. عشان كده أنا برفض أسميها بالاسم ده. It's not what it's called. Here's the deal. هو in the middle of المقياس. The 7-year period that هذا ليس ما هي عليه في وسط فترة السبع سنين describes. اللي بتتوصف there's what's called the abomination of desolation. اللي بيتسمى بريكسة الخراب. I'm going to hurry up and just quickly explain this. هشهل واشرح ده بسرعة. This is where the Antichrist ده مكان ما بيقوم المسيح الدجال sets up an image, the false prophet sets up an image of والنبي الكذاب بصنع صورة the Antichrist and people have to worship the Antichrist. وعلى الناس بعد السجود للمسيح للدجال. And the Bible says والكتاب بيقول that when this takes place إن لما ده يحصل and it's all covered in Revelation 13 وده كله متغطي في رؤية 13 that the Antichrist will make war with إن المسيح الدجال هيعمل حرب with the saints and overcome them مع القديسين ويغلبهم. So again in the midst of the تاني في وسط الأسبوع the Antichrist makes war with the saints. ضد المسيح يعمل حرب مع القديسين. Saints and overcomes them. ويغلبهم. That is at the time of the abomination of desolation. Well, ده في وقت ركسة الخراب. Wait a minute. لكن استنى لحظة.
Remember what feast took place right in the dead center of the year? فاكرين ان هي عيد حصل في وسط السنه؟ The blowing of the trumpets. What do trumpets represent? ايه البوق بيمثل ايه؟ In that passage, they represent القطعة دي. The blowing of an alarm of an oppressive enemy. بيمثل صوت انذار العدو بيضرب. What happens in the dead center? ايه اللي بيحصل في وسط الاسبوع دانيال؟ Of Daniel's 70th week. اسبوع دانيال السبعين. Or the 7-year period that mostly. او فترة سبع سنين. Events in Revelation fall within. اللي بتقع فيها معظم احداث الرؤية. What happens? ايه اللي بيحصل؟ Antichrist makes war with the saints. He يصنع المسيح الدجال حرب مع القديسين. He is the oppressive enemy. هو العدو الضارب. And the blowing of the trumpets. وهتاف البوق. Is symbolic of the warning sound of the alarm. بيرمز الى صوت الانذار. That we are going to be persecuted by the Antichrist. That he's. إن إحنا هيتم اضطهادنا من قبل المسيح الدجال. Going to make war against the saints and overcome. بأنه هيعمل حرب ضد القديسين ويغلبهم. So the blowing of the trumpets. فهتاف البوق. Basically represents. أساساً بيمثل. In biblical prophecy. في نبوة الكتاب. The abomination of desolation and the Antichrist. وحرب المسيح war against the saints وحرب المسيح الدجال ضد القديسين. That's and look, that's when the great tribulation begins, is it? وهنا مكان ما بيبتدي الضيق العظيم. Not? مش كده؟ Jesus said when you see the لأن يسوع قال abomination of desolation لما تشوف ركسة الخراب. That's in the middle of the 7 years اللي هي في وسط السبع سنين. He says then shall be great tribulation قال وقتها هيبقى في ضيق عظيم. Such as was not since the beginning of the world to this time ما كانش زيه من بداية العالم ولحد دلوقتي. No, nor ever shall be. ولا عمره هيكون. Remember, first day of the seventh month. فاكرين أول يوم من الشهر السابع. Middle of the year. وسط السنة. Blowing of the trumpets represents the abomination of desolation. هتاف البوق يمثل ركسة الخراب. Tenth day of the seventh month. اليوم العاشر من الشهر السابع. There's a trumpet that sounds. فيه هتاف بوق. That represents the trumpet of the rapture. وده يمثل بوق الاختطاف. That trumpet is called the trumpet of jubilee. البوق ده اسمه بوق اليوبيل. And it is blown on the day of atonement. وبيتسمع في يوم الكفارة. On the 10th day of the 7th month. في اليوم السابع من الشهر العاشر. Only once every. سوري العاشر من الشهر السابع. 50 years. Let's look at that. فقط مرة واحدة كل 50 سنة. Briefly here. Leviticus 25. باختصار لويين 25 9. Then shalt thou cause the trumpet of the jubilee. بعدين تعدي بوق الهتاف to sound on the 10th day of the 7th month في الشهر السابع في عاشر الشهر. Notice 10 days after 10 ايام right because look he says the 10th بيقول day of the 7th month في عاشر الشهر in the day of atonement في يوم الكفارة shall ye make the trumpet sound throughout all your land تعبروا البوق في كل ارضكم. And you shall hallow the 50th year and watch what وتقدسوا السنة الخمسين. But what the Bible says about the trumpet of jubilee. وخدوا بالكم الكتاب بيقول ايه؟ Jubilee. عن بوق اليوبيل. He says and proclaim liberty throughout وتنادوا بالعتق on all the land في الأرض كلها unto all the inhabitants thereof لكل السكان بتوعها. It shall be a jubilee unto you. هتبقى ليكوا يوبيل. You. And ye shall return every man into his possession. وترجعوا كل واحد للملك بتاعه. And ye shall return every man into his family. وترجعوا من العشيرة بتاعتكم. First feast. العيد الأولاني. Was the blowing of the trumpets. كان هتاف البوق. Representing the Antichrist making war with the saints. ويمثل الحرب مع القديسين. Beginning with the abomination of desolation. مع بداية ركسة الخراب. The next fall feast or عيد الخريف التالي end of the world harvest feast أو عيد الحصاد is the 10th day of the 7th month which is the day هو اليوم العاشر من الشهر السابع اللي هو يوم of atonement الكفارة. But it's also the day of the blowing of the trumpet of لكن هو برضو يوم هتاف بوق اليوبيل. What is that which characterizes إيه اللي بيتصف بيه The day of Jubilee or the trumpet of the Jubilee? He يوم هتاف بوق اليوبيل. That it was proclaiming liberty throughout. بيقول الكتاب إنه إعلان الحرية للجميع. The land. كل الأرض. And that basically every man would return to his possession. وإن أساسا كل إنسان هيرجع لملكه. And his inheritance. وللميراث بتاعه. Romans 8. بص في الرومية 8. Notice what the Bible says. وخد بالكوا الكتاب بيقول إيه. About the resurrection or the rapture, the first. عن القيامة أو الاختطاف.
resurrection. أو في الأيام الأولى. Look at Romans chapter 8, beginning at verse 21. You're going. بصوا الرومية 28 ابتداء من الآية 21. To find some of the same wording. وهتلاقوا إن صياغة نفس الكلمات. That we saw with the jubilee. مماثلة اللي شفناه مع اليوبيل. It says in verse 21 because بتقول في الآية 21 the creature itself also shall be لأن الخليقة نفسها كمان هتتعتق from the bondage of corruption من عبودية الفساد into the glorious liberty of the children of God لحرية مجد أولاد الله. For we know that the whole creation فاحنا عارفين إن كل الخليقة groaneth and travaileth in pain together until now watch بتئن وتتمخض معا لحد دلوقتي. This verse 23 and خدوا بالكم الآية 23 not only they but بس كده ourselves also which have the first fruits of the spirit لكن احنا كمان اللي لينا باكورة الروح even we ourselves groan within ourselves احنا كمان بنئن في نفسنا waiting for the adoption مستنيين التبني to wit the redemption of our body. So right now he says our soul is saved فهو دلوقتي بيقول ان انفسنا خلصت but our body is not going to be saved of لكن جسمنا مش هيخلص of course until طبعا the resurrection the first resurrection القيامة الأولانية or what we commonly call the rapture او اللي احنا عادة بنسميه الاختطاف when in a moment in a twinkling of an eye حيث في لحظة في طرفة عين we shall be changed هنتغير This mortal shall put on immortality. والميت ده الجسم الميت ده هيلبس عدم موت. This corruptible shall put on incorruption. والفاسد هيلبس عدم فساد. And the Bible says we will be brought from the bondage of corruption. وبيقول الكتاب ان احنا هنتعتق من عبودية الفساد. Into the glorious liberty of the children of God. لحرية مجد أولاد الله. When our body is redeemed. When our لما تفتدى أجسامنا. Body is resurrected. لما تقوم أجسامنا الميتة. See at the rapture, that is في الاختطاف. Called the glorious liberty of the children of God. So ده بيتسمى حرية مجد أولاد الله. Doesn't it make sense that ليس منطقي in the fall into the world, إن في عيد الخريف feasts, انقضاء الدهر, the trumpet of the jubilee proclaiming liberty اللي بينادي represents the trumpet sound. يمثل صوت البوق. Sounding اللي بيتسمى. When the dead in Christ are raised incorruptible. لما يقوم الرائدين بالمسيح غير فاسدين. 1 Corinthians 15:51 and note. This also, it's the last feast trump of that series of feasts. وانتبهوا أيضا إنه بوق تاني عيد من سلسلة الأعياد دي. You know when he goes through these feasts. لما بيتكلم عن الأعياد دي. The last trump there. البوق الأخير هنا. Is the trumpet of jubilee. هو بوق اليوبيل. Last among what series? من بين انهي سلسلة? Well, we already had the blowing of trumpets on. شفنا هتاف البوق قبل كده. The first day of the seventh month. في اليوم الأول من الشهر السابع. Then there's one more trumpet that's blown. بعدين في هناك بوق واحد إضافي بيتسمع. Tenth day of the seventh month. في اليوم العاشر من الشهر السابع. Interesting about that is the space between those two events. المثير للاهتمام هنا هو المدى أو الفترة الزمنية ما بين الحدثين. Right? صح. Blowing of trumpets on the first day. لأنه كيف البوق في اليوم العاشر. On the tenth day of the seventh month is. من الشهر بيرمز إلى. The trumpet of jubilee sounding. للبوق اللي يتسمع. Which is symbolic of the trumpet that's going to sound on the day of the resurrection or the rapture. البوق اللي هيتسمع في يوم القيامة. Rapture. أو الاختطاف. If the war with the saints يبقى لو كانت الحرب مع القديسين or the great tribulation او الدي العظيم mentioned in Matthew 24 اللي مذكور في متى 24 begins at the abomination of desolation at بيبتدي عند ركسة الخراب the midpoint of the week في وسط الاسبوع and then obviously our persecution and trials and tribulations are over وبعد كده طبعا اضطهادنا والمحن بتاعتنا والضيقه بتاعتنا When the rapture happens, because we're caught up. هينتهوا لما يحصل الاضطهاد. To be with Christ. لأننا هنتخطف عشان نبقى مع المسيح. Then what period of time is that? يبقى أنهي فترة زمن. Great tribulation going to encompass. هيشملها الضيق العظيم. Well, symbolically. رمزيا. When we look at these feasts. لما نبص للأعياد دي. We have 10 days, right? عندنا 10 أيام. There, which matches up perfectly with Revelation 2:10. تتطابق تماما مع رؤيا 2:10. You still have tribulation 10 days. يقول لكم ضيق 10 أيام. 10 days. إني 10 أيام. From the first day of the seventh month. من اليوم الأول في الشهر السابع. To the 10th day, inclusively.
من اليوم العاشر ضمن. That's your 10 days of tribulation. Now, you say, Pastor Anderson. Will بتقول لي يا باس يا أسيس أندرسون. Will the great tribulation. هل الضيق العظيم. And I'm sorry if that whole, you know, if the last 10 minutes just went over your head. Just. العشر دقايق اللي فاتوا دول ربكوكو. Don't even worry about it. ما تقلقوش. You know, you might need to do a little more study on this. But you know. لأن يمكن مفروض تقوموا بدراسة أكتر للموضوع ده. But it's time for us to wake up as God. لكن حان الوقت إن إحنا نصحى. God's people, dig in and get. كشعب ربنا the meat of the word and maybe ندور ونحصل على جوهر maybe that went over your head you know what الله. You need to do more study you need محتاجين تقوموا بدراسة أكتر do more reading وقراية أكتر you know what there are a lot of people who understood what I just said لو في ناس كتير فهمت اللي أنا بقوله because they've been studying their Bible إنهم بيدرسوا الكتاب المقدس you know we all need to keep learning and keep وعلينا نستمر إن إحنا نتعلم going and pay attention and learn these ونكبر وننتبه ان احنا نتعلم الحاجات دي Thanks. But anyway, let's go back لكن to نرجع تاني رؤية 2 Revelation 2 That was a little bit heavy ده كان تقيل شوية على بعض الناس Let me say this خليني اقول ده The great tribulation الضيق العظيم Bible mentions in Matthew 24 Mark اللي بيذكره الكتاب المقدس في متى 24 13 and elsewhere ومرقس 13 وفي غيرهم will last for more than 10 days هيستمر اكتر من 10 ايام I'm not saying it's only 10 days انا ما بقولش ان 10 ايام بس Because I believe that the Great Tribulation will last 75 days. لأن أنا أؤمن إن الضيق العظيم هيستمر 75 يوم. If you study this out and understand it. لو درست ده كويس وفهمته. But the 10 days is symbolic. لكن العشرة أيام دي رمزية. Of the first day of the seventh month. لليوم الأول من الشهر السابع. To the 10th day of the seventh month of these feast days. Okay. لليوم العاشر لهذه الأعياد. And again, it's a lot to go into. It's a lot to wrap your mind. ده كتير على إننا ندور عليه دلوقتي. Mind around. But when you study this, it just becomes amazing how. لكن لما تدرسه ده هيبقى مدهج جدا. Everything lines up. I mean, it'll blow. إزاي إن كل الأشياء بتتناسب مع بعض. Blow your mind. Like for example. يعني هيفجر عقلكم يعني هتندهشوا. Example. Since we're talking about a seven-year period of Daniel. بما إننا بنتكلم عن فترة سبع سنين أسبوع دانيال. Daniel's 70th week. الأسبوع دانيال السبعين. And we're talking about in the dead center. وبنتكلم عن وسط الأسبوع. Abomination of desolation. ورقصة الخراب. And then we're talking about shortly thereafter. والأحداث اللي بتليها بقليل. The tribulation being cut short by Jesus Christ coming in the clouds and the. وقطع الموضوع ده بمجيء يسوع المسيح في السحاب. Trumpet sounding. وسماع البوء. Sometime during the second half of Daniel's 70th week. في النص الثاني من أسبوع دانيال السبعين. When you look at it that way, لما تبصله بالطريقة دي, and then you compare it to the Hebrew calendar year, وتقارنوه بالتقويم العبري, and you overlay the Hebrew calendar year, the 7 years of Daniel's 70th week, which I've done on a chart, واللي عملته على رسم بياني, and it's on kjvprophecy.com, واللي على موقع اسمه kjvprophecy.com. If you overlay that, you see لو قارنتوا الكلام ده, the blowing of the trumpets lines up. هتشوفوا ان هتاف البوء perfectly يتوائم تماما with the abomination of desolation right in the middle. مع رقصة الخراب في الوسط. But then you'll also see لكن هتشوفوا كمان that if you line up the trumpet of the jubilee ان انتوا لو يعني حطيتوا بوء اليوبيل with The seven-year period of Daniel. مع فترة السبع سنين بتاعت دانيال. Daniel's 70th week. بتاعت أسبوع دانيال السبعين. You'll notice that 1,335 days in. هتلاحظوا إن 1,335 يوم. To Daniel's 70th week. من أسبوع دانيال السبعين. Would line up perfectly. هتمشي هتتناسب تماما. Well, in Daniel chapter 12. في دانيال 12. The Bible says, "Blessed." بيقول الكتاب المقدس. Is he that waiteth and cometh to the 1,335 days. يا بخت اللي يستنى ويوصل ل 1,335 يوم. And he basically says he resurrected at the end of that. That Daniel's going to. وهو بيقول أساساً إن دانيال. 1,335 days. هيقوم الموت في نهاية 1,335 يوم. That all just lines up perfectly. So you know. فكل دي. Because if you take 30. كل ده يتناسب تماماً. 1,335. لأن لو قمت بتقسيم. Divided by 7. ال 1,335 يوم على 7. You end up with 190. هتحصل على 190. Well, what's the 190th day of the year? إيه ال 190 في السنة؟ اليوم 190 من السنة؟ The 10th day of the 7th month. اليوم العاشر من الشهر السابع. And so either you think that that's really cool right now.
فلو انتوا شفتوا ان ده يعني ممتاز قوي or you have no idea what I just said. او لو مش عندكوش اي فكره اللي انا بقول عنه but either way, let's go on. لكن في جميع الحالات خلينا نكمل move on to the next church. So we saw that with the church. احنا شفنا ده مع كنيسة Smyrna. He said you shall have tribulation 10 days. قال ويكون لكم دي 10 ايام. Be thou faithful unto death and I'll give خليك امين للموت. The crown of life. فديك كريل الحياة. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh, اللي بيقوله الروح للكنائس. Shall not be heard of. اللي يغلب. The second death. مش هيغلبه الموت التاني. And of course, according to Revelation 21, the. وطبعا حسب رؤيا 21. Second death is the lake of fire. الموت التاني هو بحيرة النار. Look at verse 12. We'll get into. بصوا للآية 12. The next church, the church. هنوصل للكنيسة التالية. Pergamos. And to the angel of the church. Church in Pergamos, right? ويكتب ملاك الكنيسة برغامس. These things saith he which hath the sharp sword with two. ده بيقوله اللي له السيف الحامي. Two edges. I know the. اللي له حدين. Thy works and where thou. أنا عارف أعمالك. Dwellest. وانت ساكن فين. Even where Satan's seat is. مكان كرسي الشيطان. And thou holdest fast my name. وانت ماسك متمسك باسمي. And hast not denied my faith. وما نكرتش إيماني. Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr. Who was حتى في الأيام اللي فيها أنتيباس شهيد الأمين slain among you where Satan dwelleth اتقتل عندكم مكان ما الشيطان بيسكن. Look, have you noticed a pattern in the book of Revelation yet? لاحظت أسلوب معين في كتاب في سفر الرؤيا. In chapter 1 في الإصحاح الأول John's being persecuted. بيضطهد يوحنا. John's going through tribulation. يوحنا بيعدي في ضيق. The church at Smyrna. كنيسة سميرنا. They're going through tribulation. بتروح هي كمان في ضيق. They're being persecuted. يضطهدوا. They're being thrown into prison. ويترموا في السجن. They need to be faithful unto death. Now. محتاجين إنهم يكونوا أمنا حتى الموت. Are we getting the church of Pergamos? دلوقتي بنيجي لكنيسة برغامس. It's the same thing. وبنشوف نفس الحكاية. He talks about a man who was killed for the cause of Christ. His name. ويتكلم عن شخص اتقتل بسبب المسيح. With Antipas. واسمه أنتيباس. And he was a faithful martyr who was slain among them. ولكن شهيد أمين بينهم. He says in verse 14, but I have. بيقول في الآية 14. A few things against thee, because thou hast. لكن عندي عليك قليل. Them that hold the doctrine of Balaam. إن عندك ناس متمسكين بتعليم بلعام. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel. اللي كان بيعلم بلاق إنه يحط معصرة قدام ولاد إسرائيل. To eat things sacrificed unto idols and to. إنهم يأكلوا حاجات من الذبح للأوثان. To make fornication. ويزنوا. So ask thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which. هكذا عندك أنت أيضا ناس متمسكين بتعليم النقلويين. Thing I hate. الحاجة اللي أنا بكرهها. Repent, or else I will come unto. توبوا إلا حرجة. Be quickly, and will. أجيك بسرعة. Fight against them with the sword of my mouth. وحاربهم بسيف بقي. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. اللي عنده ودن خليه يسمع اللي بيقوله روح للكنائس. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna. اللي بيكسب اللي هيغلب حديه انه ياكل من المن المخفي. And we'll give him a white stone and وحدي له حصى بيضة. A stone a new name written which وعلى الحصى اسم جديد. No man knoweth saving he that مكتوب ما يعرفوش حد receiveth it غير اللي ياخده. Under the angel of the church in Thyatira write. ويكتب لكنيسة ملاك الكنيسة. These things saith the son of Thyatira دي ده اللي بيقوله ابن الله. God who hath his eyes like unto a flame of fire. اللي له عينين زي لهيب نار. And his feet are like fine brass. ورجليه زي النحاس النقي. I know thy works. أنا عارف أعمالك. And charity and service and faith and. محبتك وخدمتك وإيمانك. Thy patience and thy works. وصبرك. And the last to be more than the first. وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولانية. Notwithstanding, I have a few things against thee because. لكن عندي عليك قليل. Because thou sufferest that woman Jezebel. إنك بتسيب الست إيزابل. Fell. Which calleth herself a prophetess. اللي بتقول إنها نبية. To teach and to seduce my servants to commit fornication. لأجل ما تعلم وتغوي العبيد بتوعي إنهم يزنوا. And to eat things sacrificed unto idols. ويأكلوا من الذبح للأوثان. So the church at Thyatira, he said. فكنيسة سياتيرا. There's a lot of good things about the church there. فيها حاجات كتيرة حاجات كويسة عن الكنيسة. Charity, their service. محبتهم خدمتهم. Their faith. إيمانهم. And he said. You know their works. وقال إنه عارف أعمالهم. And then he mentions their works again. ويقول أعمالك الأخيرة. And he says the last to be more than the first. So here's the church. أعمالك الأخيرة أكتر من الأولى. It's increasing in their works. يبقى هي كنيسة بتزيد في أعمالها. Here's a church that's doing better and better. ودي كنيسة هي بتقوم على نحو أفضل. But he says he has something against them because he. لكن هو بيقول إن يعني عنده عن ضدهم حاجة. He says they're suffering or allowing. إنه بيقول إنهم بيسببوا أو بيسمحوا.
This woman Jezebel, الست دي اللي اسمها إيزابيل, which calls herself a prophetess, to اللي بتكلم بتقول عن نفسها انها نبية, teach. Now, their first mistake, عشان تعلم, was suffering any woman to teach. غلطتهم الأولى هي السماح لأي مرأة كانت انها تعلم. She said, Pastor Anderson, I can't believe you. بتقولوا انا مش قادر اصدق قسيس اللي بتقول well, انك تقول الكلام ده. If you go back to 1 Timothy chapter 2, لو رحتوا لتيموثاوس الاولى 2, he says, but I suffered, يقول, not a woman to teach. بيقول كده, ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم. Nor to usurp authority over the man, ولا أنها تتسلط على الراجل. But to be in silence. لكن تكون في سكوت. Now, don't tell me it's a coincidence. ما تقوليش إنها مصادفة. That 1 Timothy 2, إن تيموثاوس الأولى 2, clearly commanded and said, تأمر بوضوح وتقول, I suffer not a woman to teach. لا أأذن للمرأة بأنها تعلم. Nor to usurp authority over the man, but to be in. ولا تتسلط على الرجالة, على الراجل. Silence. And then here our church is being rebuked for doing. وهنا عندنا كنيسة. But suffering that woman Jezebel. بتوبخ بسماحتها للمرأة إيزابيل. To teach and to seduce my servants. بالتعليم وإنها تغوي الخدام بتوعي. To commit fornication and إنهم يزنوا. Think sacrifice unto idols. ويأكلوا من الذبح للأوثان. Now you say, well, the only problem was that this was a bad. ممكن تقول إن المشكلة الوحيدة إن دي كانت bad woman that they were allowing. ست سيئة. To teach, right? But اللي سمحوا لها بالتعليم ده. They weren't supposed to allow any woman. صح, لكن مش مفروض إنهم يسمحوا لأي امرأة. To teach. بالتعليم. According to 1 Timothy 2. حسب 1 تيموثاوس 2. The Bible says, let your women keep silence in. الكتاب بيقول في تيموثاوس لتصمت نسائكم في الكنائس. In the churches. In 1 Corinthians 14. في كورنثوس الأولى 14. For it is not permitted unto them to speak. لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن. For they're commanded to be under obedience, as saith also the law. لكن يخضعوا كما يقول ناموس أيضا. Now that might not fly today in 2013. جايز ده ما يمشيش النهاردة في 2013. Preach that women are supposed to be in obedience. بأن إحنا نبشر إن على النساء إنهم يخضعوا. That women are supposed to keep silence in the. وإنهم يفضلوا في سكوت. The churches that الكنائس. Women are not supposed to be allowed to teach in the church. وإنهم مش مفروض يتسمح لهم بالتعليم في الكنيسة. But you know what? That لكن عارفين إيه? Bible. ده هو الكتاب المقدس. And just as God was upset at this church, على قد ما كان ربنا مستاء من الكنيسة دي. He'll be upset today if we don't listen. هيكون مستاء النهاردة لو listen to what he warns us about. Now, obviously, this woman was doing more than. اللي هو بيحذرنا منه. ما سمعناش اللي هو بيحذرنا منه. Just teaching. She was also. واضح ان الست دي كانت بتعمل حاجات غلط. Seducing God's servants. تغوي خدام الله. To commit fornication. عشان يزنوا. Let me ask you this. Are these people that she's seducing to commit fornication saved or unsaved? لكن الناس دول اللي اغويتهم عشان يزنوا كانوا مخلصين ولا غير مخلصين؟ He said she's seducing my servants. هو قال تغوي عبيدي ان يزنوا. Commit fornication. So she's seducing those that are saved. فهي بتغوي دول المخلصين. To commit fornication, people that are serving. إنهم يعملوا زنا. God in a church that's a. الناس اللي بيخدموا الرب الله في الكنيسة. Bible-believing church. واللي هي كنيسة بتؤمن بالحق الكتابي. That God is claiming, yes, they're my servants. وبيطالب بها الله بقوله إن دول هم عبيدي. And basically, she's seducing them to commit fornication. وهي بتغويهم عشان يزنوا. And to eat things sacrificed unto idols. ويأكلوا الذبح للأوثان. Which is also sinful. والذي برضو خطية. He says, "I gave her space to repent of her fornication." وأنا ويقول أنا اديتها زمان عشان تتوب عن زناها. She repented not. لكن ما نتبتش. Behold, I will cast her into a bed. وهو أنا حرميها في سرير. And them that commit adultery with her. واللي بيزنوا معها. Into great tribulation. دي عظيمة. Except they repent of their deeds. إلا لو تابوا عن أعمالهم. And I will kill her children with death. وأولادها هقتلهم بالموت. And all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts. فتعرف كل الشعوب ان انا اللي بيفحص الكلى والقلوب. And I will give unto every one of you according to your works. وهدي لكل واحد منكم حسب اعماله. So this is the fourth time that the يبقى دي المرة الرابعة word tribulation is used in the book of Revelation. اللي بتستخدم فيها كلمة دي في سفر الرؤيا. First three times it was الثلاث مرات الأولانية talking about God's people going كان بيتكلم عن شعب الله through tribulation إنه يمر بضيقة. But it was always a positive mention. لكن دائما كان ذكر إيجابي. It was John going through tribulation. كان يوحنا because he was doing right. بيعدي في تجربة عشان كان بيعمل حاجات صح. It was the church at Smyrna going وكنيسة سميرنا through tribulation. بتعدي في ضيق because they did right. عشان عملت أعمال صالحة.
Here he mentions those that are saved Christians who were بيتكلم عن المسيحيين المخلصين serving God, اللي كانوا بيخدموا الله but they're into fornication. لكنهم بيزنوا. He says if they don't repent of their fornication, بيقول انهم لو ما تابوش عن الزنا بتاعهم, he's going to cast them into great tribulation. هيرميهم في ضيقة عظيمة. Basically, what does he mean by that? مبدئيا ايه اللي بيقصده بكده؟ He's not talking about obviously the great tribulation of Matthew 24. هو طبعا ما بيتكلمش عن الضيقة العظيمة اللي في متى 24. Because the fact that this church no longer even exists and the لأن الكنيسة دي ما عادتش موجودة. These events happened thousands of years ago. والأحداث دي حصلت من آلاف السنين. But what is tribulation? لكن ايه هي الضيقة؟ It's trouble. It's a هي الاضطرابات. Affliction. It's persecution. الأوجاع, الاضطهادات. Basically in our modern vernacular he's saying مبدئيا في اللغة العامية بتاعتنا and I'm gonna throw you into a world of hurt. You know, بنقول احنا انا حرميك في عالم في عالم الاذى يعني if you don't repent, لو انت ما توبتش you're gonna go through some serious trouble هتقع في مشكله كبيره you're gonna face you're gonna be in trouble with me basically I'm going to cloud up and rain on you I'm going to afflict you وهمطر عليكم الاوجاع والعقوبات I am going to punish you يعني if you do not repent of your deeds هعمل فيكم كده لو ما تبتوش عن اعمالكم so We see that tribulation here is just a word in general for affliction. هي كلمة عامة للتعبير عن الأوجاع. Trouble. الاضطهادات والأوجاع. That basically in this case God's going to bring on disobedient Christians. ربنا اللي هيجلبها على المسيحيين العصاة. Now, tribulation in almost every mention in the New Testament is الضيق في معظم ما تم ذكره في العهد الجديد. Usually referring to the world persecuting us. بيشير إلى العالم بيضطهدنا. Or you know the devil persecuting us for أو الاضطهاد إبليس لينا for the cause of Christ عشان المسيح that's often called tribulation or persecution ده كمان بيتسمى ضيق أو اضطهاد but sometimes the word tribulation is also used لكن أحيانا بتستخدم كلمة ضيق about God's punishment or God عشان تشير إلى معاقبة الله you know troubling or afflicting someone معاقبة الله لحد معين يعني because the word tribulation means just that لأن كلمة هو ده اللي بتدل عليه كلمة ضيق. These are synonyms. You, look, it's easy. وهي كلمات مترادفة. Look up every time tribulation is used. ممكن تبص لكل مرة استخدمت فيها كلمة ضيق. It's always paired with words like affliction. دايما هتلاقوها مقترنة بكلمات زي اضطرابات. Trouble. أوجاع. Persecution. اضطهادات. That gives you an idea of what it means. So, وده يديكوا فكرة على اللي مقصود بيها. So again. This scripture uses the word tribulation. الإصحاح ده بيستخدم كلمة ضيق. It's talking about God's people. وبيتكلم عن مرور شعب الله. Going through tribulation. This time. في ضيقة. Time as chastisement, isn't it? لكن المرة دي هو تأديب عشان خطاياهم. Their sins. You know the Bible talks about us as believers being. بيتكلم الكتاب المقدس. Punished and chastised by God. The Bible. عن العقاب المؤمنين بواسطة الله. The Bible says, "Whom the Lord loveth, He chasteneth and." بيقول الكتاب المقدس اللي بيحبه الرب بيأدبه. Scourgeth. Every son we receive it. What does it mean? وبيجلد كل ابن بيقبله. To scourge. معنى ايه هيجلد دي? To beat with a whip. يضرب بكرباج. That's a punishment. ده عقاب. Look what it says in verse 23. خد بالك الآية 23 بتقول ايه? And I will kill her children with death. وولادها أقتلهم بالموت. And all the churches shall know that I am he which جميع الكنائس searcheth the reins and hearts. إن أنا هو اللي بيفحص الكلى والقلوب. And I will give unto every one of you according to your وحدي كل واحد منهم works. بحسب أعماله. But unto you I say, and ولكن بقول كمان the rest in Thyatira as many الباقيين في سياتيرا as have not this doctrine. كل اللي ملهمش التعليم ده which have not known the depths of Satan as they واللي معرفوش أعماق الشيطان they speak. زي ما بيقولوا put upon you none other burden. That's shows you how serious God is about fornication. ده يوريكوا ان الله جاد جدا بالنسبه لموضوع الزنا. These people that were into fornication and الناس دول اللي راحوا في الزنا eating meat sacrificed unto idols. بياكلوا الذبح للاوثان. He called it the depths of Satan. سماها اعماق الشيطان. He says, but that which you have already hold وقال انما الذي fast till I come. And he that overcomes cometh and keepeth my works unto the end. لحد ما اجي وال So these people aren't just واللي بيغلب لحد النهاية saved. So keep يبقى الناس دي مش بس مخلصين لكن بيحفظوا أعمال الله للنهاية. To him will I give power over the nations. فأنا هدي له سلطان على الأمم. And he shall rule them with a rod of iron. فيرعاهم بقضيب من حديد. As the vessels of a potter shall they زي ما بتتكسر أناء من خزف. Be broken to shivers even as I received of my father. حتى
زي ما انا خدت كمان من عند ابويا. And I will give him the morning star. واديله كوكب الصبح. He that hath an ear, let him hear what the Spirit. اللي بيعنده ودان يسمع. Saith unto the churches. So these. اللي بيقولوا الروح للكنائس. Scriptures here deal with. فالمقطع ده بيتكلم. The reign of Christ. عن تولي المسيح للملك. Because the Bible often talks. لأن عادة الكتاب المقدس بيتكلم. About Jesus Christ ruling and reigning. عن ان يسوع المسيح هيتسلط with a rod of iron, but وحيبلغ بقضيب من حديد. Here it says that if we as believers overcome, لكن هنا بيقول ان احنا لو غلبنا كمؤمنين, meaning that we're saved, ومخلصين, and we keep his works unto the end, وحفظنا عملنا لحد النهاية, God will give us power over the nations, and we, فالله هيدينا سلطان على الأمم, he will rule them with a rod of iron, وحنحكمهم بقضيب من حديد. You see, we will have the privilege if we, هيكون لنا امتياز. We are faithful. لو كنا أمنا. To rule and reign with Christ. عشان نتسلط ونملك مع المسيح. For a thousand years, and we will. لألف سنة. To rule and reign. ونتسلط ونحكم. Depending on our faithfulness. You see. حسب أمانتنا. A Christian who doesn't do much for God. فلما بيعملش كتير لربنا. He's not going to be ruling over nations. He's مش هيتسلط على الأمم. He's not going to be ruling over 10 cities, as مش هيتسلط على 10 مدن. Says in the parable in the Gospels. زي ما مذكور في المثل بتاع الإنجيل. You know, he'll probably be ruling over. يمكن هيتسلط على. You know, a small building or something. مبنى صغير. You know what I mean? فاهمين قصدي يعني. Obviously, he's going to grant authority unto his servants according to their works. He's going to reward his servants according to their works. And the Bible teaches that those who are faithful, the Bible says, if we suffer, we shall also reign with them. I don't know about you, man, but I want to rule. أنا ما أعرفش بخصوصكو. Reign with Christ. لكن أنا عايز أتسلط وأملك مع المسيح. I want to be over 10 cities. أنا عايز أبقى على 10 مدن. I want to rule over the nations. And أنا عايز أملك على الأمم. Notice, it doesn't say he's going to rule over the nations with a feather duster. ما تقوليش إن هو حيرعى بريشة الغبار. You know, and this is what people picture. Jesus. وده اللي الناس بتتصوره. Christ is going to come down. And he's just going to be a softy. هيجي المسيح وهيبقى رقيق. No, the Bible says he's going to rule them with a rod of iron. لا الكتاب المقدس بيقول انه هيرعاهم بعصا من حديد. He's going to break them in pieces like a. وهيكسرهم لقطع. Potter's vessel. Let me. زي ما بتتكسر آنية من الخزف. Explain something to you. خليني أشرح لكم. I don't really have time to develop this, but I just want. ما عنديش وقت كتير. I'm going to throw this out there for you. لكن ده اللي هقوله لكم. You know all those laws in the Old Testament that people عارفين كل الشرائع دي في العهد القديم thought were just so اللي بيفتكر الناس انها strict, you know, when you صارمة جدا. Look at the way God ran things. زي ما كان when ربنا يدبر الأشياء. You know, when he was in charge, زي ما أدار الحكومة. The Lord ruled over Israel. لما كان المسؤول واتسلط الرب على إسرائيل. Like when the homos were basically stoned. Adulterers and adulteresses were stoned. مثلا لما when كان المثليون والزناة والفجار يرجمون. You know, when kidnappers and murderers got the والخاطفون والقاتلون يعدمون. Death penalty, as the Bible teaches. زي ما الكتاب بيعلم. What? تعرفوا? The way the law of the Lord is perfect. شريعة الله كاملة. God's going to institute those type of laws when الله هيأسس هذه الشرائع. He rules and reigns with a rod of لما يتسلط iron on the surface ويملك بعصم الحديد someday and we'll be ruling and reigning with him وسنتسلط ونحكم معه. Now he says unto them in verse 28 بيقول لهم في الآية 28 he says and I will give him the morning star. You say وأديله كوكب الصبح. What's the morning star? بتقولوا إيه هي كوكب الصبح. Well, if you look at Revelation 22, you'll لو بصيت الرؤية 22 find a mention of the morning star. هتلاقوا ذكر لنجم الصبح. It says الصبح. In Revelation 22 verse لو بصيت الرؤية 22 16 أنا يسوع sent mine angel to testify unto you these things in the churches. أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. I am the root and the offspring of David. أنا أصل ذرية داود. And the bright and morning star. So Jesus says he is the morning star. فيسوع بيقول إن هو كوكب الصبح المنير. And of course,
If we believe on the Lord Jesus Christ, طبعاً لو بنؤمن بالرب يسوع المسيح, we have Christ in us. وعندنا المسيح فينا. Jesus Christ belongs to us as our Savior. يسوع بيخصنا كمخلصنا. He's in our heart. Christ وهو في قلوبنا. It's in us, the hope of glory. والمسيح فينا هو رجاء المجد. And so on and so forth. And the ويقول الكتاب المقدس, Bible says, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit." اللي عنده ودان للسمع خليه يسمع. Saith unto the churches. اللي يقولوا روح للكنائس. That's a profound statement. Don't let يعني كلام عميق. That pass you by. ما تمروش على مرور الكرام. The Bible doesn't say. فالكتاب ما بيقولش. Okay, just the church of Thyatira. إن فقط كنيسة سيئتيرا. Hear what I'm saying to Thyatira, or just. فتسمع ما يقوله الروح لكنيسة سيئتيرا. These four churches need to hear. أو فقط الكنائس الأربعة دي. What I'm saying to them. لا. No, he that hath an ear. Let me ask this. يقول اللي له ودان. You have an ear this morning. هل عندك ودان النهاردة الصبح؟ Then God's talking to you. يبقى ربنا بيكلمك. It's so tired of people always telling me. I try to show. تعبت من الناس اللي دايما يقولوا لي. It's not for us. Some things in the Bible. Oh, that. ده مش لينا. That's not for us. ده مش لينا. Oh, what about the Book of Genesis? No. طب إيه أخبار سفر التكوين؟ Testament, not for us. What about Psalms? No. لا. Not for us. Old Testament. العهد القديم مش لينا. About Matthew? No. إيه إنجيل متى؟ Not for us. لا. That's for the Jews. Oh, what about the Book of Mark? طب مرقس ها لا لا the Romans, not for you. رومان. Can't get your doctrine from Hebrew. وما نقدرش نكون عقائد من العبرانيين او من يعقوب. Doctrine from James, that's for the Jews. Can't get your doctrine. مش ممكن نكون من عقائد لانه عقائد من تيتوس. That's only for Titus. You know, every promise in the book. لكن كل واحد في الكتاب is mine, every chapter, every verse, every line. كل اصحاح وكل ايه وكل And the Bible says وبيقول الكتاب المقدس He that hath an ear let him hear what the Spirit اللي له ودان يسمع يسمع But say it unto the churches اللي بيقوله روح للكنائس Just because you don't go to the church of Thyatira مش فقط لأنكم لا تذهبون إلى كنيسة سياتيرا مثلا You better learn the lessons لكن من الأفضل أنكم تتعلموا الدرس The church of Thyatira من اللي قاله الله لكنيسة سياتيرا And just because you don't go to the church مش بس عشان أنتم ما بتروحوش لكنيسة سياتيرا At Smyrna you better still be faithful unto death أنكم تكونوا يعني أمن الحد الموت. And just because you don't go to the church at Pergamum, عشان أنتم ما بتروحوش لكنيسة برغامس, you better still not eating sacrifice unto idols. ما تكلوش اللي اتذبح للأوثان. You know, we need to realize that. عايزين ندرك إن كلمة the word of God is addressed unto us. موجهة لينا. It's for us today. هي لينا النهاردة. It's written for our admonition upon. وكتبت عشان انذارنا. When the ends of the world are come. احنا اللي انتهت لينا اواخر الدهور. And so we need to take these messages. يبقى علينا ان احنا ناخد الرسائل دي. To the seven churches and realize that they are a message to our church today. وندرك انها لكنيستنا النهارده. Let's bow our heads and have a word of prayer. خلينا نصلي. Father, we thank you.